فوالا لطفي هنا رانا نشوفوا الصوره ماشي فيديو. صوره صوره اش لطفي فوالا هنا نشوفوا الشكل الدائري لطفي. حرف اش كاين حرف او كاين حرف أو. ا الفي والاش لطفي. هذه عند الرجال لطفي. نشوفوا الاو يعني اللي يكون ما يمارسش الرياضه عاده، اللي نشوفوا الراجل اللي ما يمارسش الرياضه يكون يعني نقدر نقولوا سمين لطفي كما نقولوا حنا بالعاميه سمين. فوالا نشوفوا الشكل ا اللي يمارس الرياضه نوعا ما، يعني راهو سبورتيف مي با فريمون سبورتيف، ماشي هذاك الشكل اللي يكون يعني 100%. اللي يكون يجي رقيق من الفوق ويعرض من تحت ويعرض من تحت سي سا. فوالا لطفي. نروح نشوفوا الفي لطفي، هو اللي يكون عنده كتاف وعرض بزاف فوالا، ومن تحت يعني يكون رقيق فوالا لطفي، هو على شكل في. واش يعني اللي يكون نقدر نقولوا مربع، هو اش تقدر تقول مربع لطفي. الجسم المثالي في الرجل هو الفي. الفي لطفي، الفي عند الرجل اللي يكون عنده الكتاف، اللي يكون عنده الكتاف فوالا لطفي، وتكون ما تكونش عنده بطن، يعني يكون مشيان من الكوتي تاع البطن. هو يمارس رياضه عاده، نصيبهم لي سبورتيف اللي عندهم هذا الشكل، ونصيبهم مام لي مانكان يختارهم على شكل في لطفي على حساب الكتف فوالا. نشوفوا هنا مام لي مانكان يختاروا على حساب الفي. عند النساء لا لا لطفي، نشوفوا عند النساء كاين خصنا نزيدوا الاش. الاش يكون متساوي متعادل متعادل نقدر هو يكون كاري لطفي عاده، هو سماه اش. نقدر نشوفوا الكوتي الفوقاني، شوف لطفي تلقاه كاري. الكوتي الفوقاني كاري لطفي، يعني ما عندوش فرق بين الكتاف والكوتي يعني والحوض تاعو فوالا لطفي. يعني ماهوش ماهوش جينيرالمون الي با فريمون بارفي، هو اللي بارفي عند الشكل اللي بارفي عند الرجل هو الفي لطفي. لكن انا نظن انه الاش يجي كوستيم ملاح، يعمر الكوستيم، يعمر الكوستيم. حنا نقولوا بالعاميه يعمر الكوستيم، يعني يخرج الكوستيم ويخرج هذيك يعني الميزه تاع التفصيله تاع الكوستيم فوالا لطفي. بصح حنا نروحوا للنساء ولا نروحوا عند النساء لطفي. نشوفوا الصوره المواليه. احمد باخ ليلي دركا هذه اللي ما كان لطفي. احنا يلا نكملوا الرجال ومن بعد نكملوا عند الرجال ونروحوا عند النساء فوالا لطفي. الرجال هنا فوالا لطفي السبب لهذه الصوره، حنا نشوفوا كثير من الرجال كما تكلمنا لطفي يختاروا يعني يشوف امانكا يدير ان ديفيلي. يقول لك وعلاش انا الملابس هذو ما يجونيش، وعلاش هذه الملابس انا ما يعني ما تقدرش تجيني انايا كما جات على المانكا. هو خطا لطفي، باسكو لو كان نتبعوا المانكا، المانكا هو الجسم تاعو كيفيه اختيار لو مانكا، كيفيه اختيار هذا الموديل يعني تتم عن طريقه كاستينغ، يعني يشوفوا الجسم تاعو يشوفوا الشكل تاعو على بها الانسان. اوني با تو سليمان لطفي الغالب احنا ما لكن ما ننساوش انه حتى المصممين الازياء يديروا كامل المقاييس تاع الالبسه بيان سور، يراعيوا ايضا الا في مولية. العرض باش يعطيوا صوره جماليه لللباس اللي يقدموه. عندنا الصوره المواليه دوك نشوفهم لطفي، اللي يعني اللي عندهم الجسم او لطفي يديروا دي ديفيلي، وعندهم يديروا دي موديل عندهم جسم او فوالا لطفي. هاوليك هذا عنده جسم او لطفي ويدير دي موديل ويدير دي ديفيلي ثاني لطفي، ويعني مام كاين ملابس اللي خاصه لكل اشكال الجسم، الفئات العمريه فوالا وفئات وكل اشكال الجسم، يعني كيفيه الاختيار تقع على الشكل، يعني الشكل تاعو. كاين واحد بالك يحب يلبس الشكل تاع لو مانكا، يحب هو عنده جسم او يحب يلبس الشكل تاع لو مانكا. سي نقدر نقولوا باللي هذا رايح للسبور بزاف، رايح للسبور وي رايح دي كونتراكتي صيفي، واللي جسمه او يعني ينصح دائما انه يلبس اللباس فضفاض شويه خفيف عليه، يكون عريض شويه باش ما يبينش التفاصيل الجسم، تفاصيل الجسم تاعو. باسكو لو جسم او اوتوماتيكمون نقدر نقولوا كما بالعاميه نقولوا سمين لطفي، الجسم تاعو التفاصيل تاع الجسم تاعو تكون ماشي مليح يبينها. الور يلبس حاجه عريضه عليه علاش يفيتي حاجه الاولى اللي تيفيتا يعني الجسم او هي ما يدخلش لا شوميز لداخل، يعني لا شوميز لو كان يلبس كوستيم ولا ما يدخلهاش لداخل، باسكو اللي كان يدخلها يبان تفاصيل تاع الجسم تاعو وتجي سي موش، ما تجيش كاع لازم يخرج القميص، لازم يخلص يخرج القميص تاعو. يلبس تيشيرت اللي يكون عريض عليه باش ما يبينش تفاصيل، يلبس مام دي جين عراض عليه لطفي باش ما يخرجوش التفاصيل تاعو من الشكل تاعو فوالا لطفي. ونشوفوا لو جسم بارفي توجور يكون لو مانكا، علاش الناس بالك الناس تقول لك لو مانكا لو مانكا، كيفيه اختيار لو مانكا تتم عبر كاستينغ، تتم عبر يعني اختياره يشوفوا الشكل تاعو يشوفوا الهيئه تاعو، يعني لو مانكا مسابقات ماشي سي با ريفيرونس. لكن عندنا الحل، هذا ما يمنعش انه كل شخص بمختلف مورفولوجيا الجسد تقدر تلقاو الخيارات الانسب.